هذا هو الفيلم اللي راح اشوفه حق انجلينا جولي. ولأول مرة أحضر فيلم بالسعودية، ولأول مرة ما أنام بالسينما. بالعادة أول 10 دقائق بحضر، وبعدها بكون بسابع نومة للنهاية. هذا مرة حلو، قد جربته. بس شوي السعر مبالغ فيه، يعني 30 ريال، 31 ما بشتري. بس غريب، مربى كيوي. في نوعين، في بالملح البحري وفي غير مملح. حبيت كمان انهم مسويين لبنة نباتية بالطماطم والبنجر والريحان والثوم المعمر، بس الكمية مو مرة، 180 جرام. حبيت الفكرة. إذا تحبوا تاخذوا هذه الفاكهة حاولوا إن تكون هاي خضرة، لأنه غالبا حتكون جوا تمام مو خربانة. مين يحب ياخذ من ورا على اساس انه هي الافضل؟ حبيت العاب، شو بالله مو كيوت يا ربي، كيوت كيوت على الاخر. بس هاي مو للبسس، بس حبيت. صراحة أقدر المكان اللي تهتم بهاي الأشياء. هذا لخبز السوردو، دي 76. في أحجام صغيرة. ما أدري هاي كم سعرها. أهي ب 49.
مرة أحب هاي المكسرات، حتى هذه بس ما حشتري، بس مرة أحبها وما أقاومها بالعادة لما تكون في البيت. جبت حاجتين هيك لبنت أخويا، شي مرة بسيط من مينيسو. جبت لها هذا سلحفة من الخشب والألوان. آخر شيء هذا المشط، مرة حبيت هذا ب10 وهذا كمان ب10. هذه مرة تحب الهدايا، تحب تتفاجأ كذا إن أوه هدية، فبحطه بهذا الكيس وبحط هذا الورق جوا. هذه هي بعد ما حطيتها بالكيس، عاد نستناها بكرة تيجي عشان أعطيها إياها. فتقريبا ماما شوية خربت الهدية يعني، لأنها قبل شوية حكت مع أمي وحكت لها إيش جبت لها، بس يلا يبقوا أطفال حيتفاجئوا أكيد، شي بسيط بس أكيد حيسعدها.